قال ايه لسه بقى خام ومش فاهم فيه خالص. يعرفوش ان انا هعرف اشتغل. لبست بقى الخواجة وفضلت معاه في كل حتة. اي طلب يعوزه اجري اجيبه له على طول. عايز نسكافيه اجري اجيب، عايز سجاير اجري اجيب. لحد ما حبني وعلمني كل حاجة بالمجال الجديد. عزة، عزة انت نمتي؟ عزة ايه عزة؟ لا يا سلام انا غفلت شوية. قولي بقى اتعلمت المكان ده ازاي؟ ياه ده انت فاتك كتير قوي يا عزة. امي بقى بسرعة عملنا كوبايتين شاي وارجعي كده وانا احكي لك كل حاجة من الاول. يلا حاضر. رايحة فين يا بنت عزة؟ رايحة اعمل شاي لسلامة. تاني شاي؟ جرايه يا سلامة يا اخي، ما كفاية كده جرايه يا اسطى رجب. انا هضيف في بيتك. ضيف ايه يا راجل؟ الوقت اتأخر واحنا ناس بنصحى بدري عشان عندنا شغل. بس انت كده بتحرجني يا عمي. وانت بتحس ولا بتحرج؟ الله في ايه يا ابن حد يقعد عند الناس كده؟ انا قاعد عادي ومرحرح كأنه في بيتي. لا يا حبيبي لسه بدري قوي على ما يبقى بيتك. وبعدين خف من زياراتك، يا ريت تبقى زيارة واحدة في الأسبوع. عاجبك كده يا عزة؟ مالكش دعوة بزفت عزة، كلامك معايا أنا، أنا اللي أقول إيه اللي يمشي وإيه اللي ما يمشيش. يلا يا بت خش نامي، مش عندك شغل الصبح؟ أيوة يابا تصبح على خير. يلا وأنت من أهله.